يلا دغري خذوا ما تخافوا. هدي الشنطة، خذي مطرحها. خذي مطرحها. So there's now been soldiers who have been deployed along the border just to keep an eye on things, and they're all carrying AK-47s. There's tracks everywhere where people have been stamping down the stalks and on their way out. There's people's clothes, belongings and rubbish as if they've left in a hurry. There's a hole in the fence that's been repaired now, and these families, about 30 of them, are going to try and cut through the wire again and run past, but the police keep patrolling up and down. هلا انتم بدكم تتخبوا اذا اجوا مشان دغري نحن نطلع. حبيبنا وخير. يلا اطلعوا اطلعوا بالسجن. السريع السريع في صوت ماذا؟ هدي الشنطة، خذي مطرحها. خذي مطرحها، خذي الشاكين، اسحبي الولد معك. تعال حبيبي تعال. يلا دغري خذوا ما تخافوا. ما تخافوا اركضوا دغري، شقي معلش شقي، امي ارجعي لورا وانزلي على الارض وخليكي زاحفة. خليكي زاحفة امي ما تخافي. يلا اطلعي، اطلع. مام هون مام. ماذر ماذر هون ماذر ماذر تشيلدرن ماذر بليز 6 بيبي ماذر تعالوا هون يلا يلا بليز يلا روحوا ما تخافوا بابا فاذر فاذر بليز فاذر فاذر تشيلدرن فاذر تشيلدرن خلونا نمشي الاب مع اولاده ايه مشان يمشي مع اولاده لحد يصيح يا شباب يا شباب الصوت العالي يفضل معاهم انجلش تمام براذر بليز مو ماذر فاذر فاميلي اوكي 1 كيلومتر تمام نو بروبلم نو بروبلم ذيس از ذا بوردر نو بروبلم نو بروبلم 1 كيلومتر They can meet. You can meet them, your child. I understand. Okay, thank you. Thank you. Father family, please. There are father family, please. My brother, please. I understand. They will not. I can tell you. تمام ثانك يو ثانك يو ثانك يو تمام ثانك يو جو والله لا نزلكم ننسى عرفتوا تمام ثانك يو هنغاريا ثانك يو ثانك يو ثانك يو can you tell them تمام Tonight the Hungarian authority are going to be closing the last opening on these tracks at the Hungarian border. People are going to be rushing to get there in time before it closes. يعني من ألمانيا خبرونا جماعتنا أن اليوم آخر يوم بعدين بيسكروا الحدود نهائياً. زين الشناص قليل بالطريق. لا ما في كميات كبيرة بس نحن لحق قلعنا لسه في ناس المهم رجعة ما في. زين تتصور اليوم إن يسدون الحدود يعني بالليل راح تصير مشاكل؟ الله أعلم. نحن بس المهم نحن بدنا نوصل عم يفوتوا على الحدود يعني هاربين من الموت يفوتون طبعا بس بصمه ما بنرجع له بشار الاسد شردنا الله يشرده ان شاء الله بيصير باولاده مثل ما صاب بينا نشكي له الله ولا احنا ما بدنا نتشرد، بلادنا غنية الحمد لله بس الله نشكي له الله، بشار اشكي له الله. We've just arrived at the Hungarian border and there's a load of police. الباب الرئيسي بس. يا باب الرئيسي. هنيك 2 كيلومتر باب الرئيسي على الاوتوستراد. يعني نفس الطريق يوديهم للكامباتي وبصمهم؟ لا. هنيك الباصات عم بيستنون يروحوا على بودابشت يا على محطة القطار اللي برسل. We're now walking along the fence to the legal crossing. This is the instruction that everyone's been given. And they're apparently going to be registered there. There were people shouting out instructions for what they should do, and there's word that at 6:30 they're going to be closing the borders completely. This could be the last group of refugees who will be crossing Hungary's border tonight. هاي معاملة إنسانية هاي معاملة فيها العالم، هاي معاملة هاي بشر هيك بتوقف قدامه. من وين جايين؟ من سوريا. شو اللي صار لكم بالطريق؟ يوم الجمعة طلعنا من تركيا دايركت يعني مباشرة. ليش طلعتوا من سوريا؟ ترجعوا شوية حياتكم؟ طلعنا من سوريا شاركنا بالثورة السورية، كنا مع الثورة السورية، ثورة إنسانية، بس للأسف هي الدول هي اللي دمرتها بدعمهم لسياستهم، تحرير الطوائف على بعضهم، يعني نحن كان عندنا بيتين راحوا بالصواريخ، أنا قبل ما بصاروخ هاي نزل صاروخ بيني وبين صاروخ يعني الله من فوق الحمد لله رب العالمين، متى ما تصاوب ما تسألوني سؤال بصمة ما في بصمة يعني خلص ما حدا يسألني. Some of the people I've spoken to, as soon as they heard the news that Hungary's closing its borders, they literally rushed over here. They have been walking miles and haven't stopped to sleep, haven't stopped to rest, and have managed to make it within 3 days.